حتى النجم دفاعيا عنده برشا مشاكل طارق في هذه المباراة، خاصة في الكرة الثابتة والأربعة سنين اللي صالح النجم أمام الفريق. وريانا مجموعة من المباريات التي خاض الفريق الاستعداد. يمر الكرة ترسل طويلة تبعد من العرض. والموج الأزرق لهذه المباراة يرد لدي ياريس، لكن يتدخل دفاع الاتحاد في افتتاح النتيجة للاتحاد الرياضي المنستير في هذه المباراة، ويتدخل دفاع الاتحاد الرياضي في صلاح الكرشي. فرصة هدف ثاني لصلاح الكرشي سريع المباراة الماضية ومشوار أيضا من خلال المباريات.